إذا فتحنا خزانة مايا شو نشوف فيها؟ تياب وتياب 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 وتياب. ليكي خزاناتي مرتاحين، بتشوفي شو فيهم عكس ما بتتخيلي. بتخيلك شخص منظم؟ كتير بالألوان جدا منظم. يعني إذا بيجي بلاقي غرض مش بمحله بزعل، بياخد معي الموضوع ليه وبدي أفسر وهيك. بحب غراض منظمين، بس أنا خزاناتي مرتاحين لأنه أنا طيب بحطهم بمحل آخر مني عايشة. مظبوط. أنا قالولي وقت قلت لهم بركي تطلع صور عند مايا بتفتح الخزانة فكر إنه ما عندك. لا قالولي بس وين بيت للتياب وبيت لمايا، بس بيت لشقة كلها تيابة. مظبوط. هيدي خزانتي، هيدي خزانة من خزاناتي. رح تلاقوا انه الخزانات شوي مرتاحين كتير لانه الاغراض انا منقيتهم وحطيتهم هون. هيدي خزانة تانية حالية فيها كوتش، هون في كمان دانمز. انه فرجيتكم شوي كرمال هيك انا بلاقي انه لازم لاقي طريقة لشو بدي اعمل بتيابي. ما بتفكري تعملي اوكشن؟ لانه انا بعرف انه انت غراضك انت بتجيبيها، يعني هيدي كانت اكسبيرينس باخر البروجرام كنت عم تصوريه. yes. هيك منغني. مزبوط. بعرف انه اشتريتي من ماركه كتير من برا غراض تياب فساتين لكذا حلقه. yes. ومن هون كمان. yes. بعرف انه كله بتحتفظي فيه وكله انت بتجيبيه. ما بتقولي انه انا مثلا عندي كتير تياب؟ بلا بعرف اكيد انا انه انت كمان بتساعدي. صار في اوكشن مؤخرا كنت عم بستارت اون بورد وطلبوا انه يعملوا اوكشن على درس من دراساتي وهن اختاروا باي ذا واي وانا ما كان عندي اي اعتراض وبيعوه بسعر كتير كبير وساعدوا فيه مركز السرطان وانا كتير انبسطت ودايما بعمل هيك وما عندي مشكله بهذا الموضوع بالعكس. بس بقول عن جد شو بدي اعمل بتياب وعبالي اعمل شيء مفيد لانه ما فكرت اعملي اوكشن بس مايا هي تعمل شيء ايفنت صغير اوكشن لا تساعد بغراضها نعمله انا وياك. ايه ليش لا؟ I would love to. ليش لا؟ والله بس انا يمكن بعمل كمان شيء تاني انه بحب انه في قصص يمكن العالم بتحب تلبسهم ما كان عندها قدره انها تشتريهم بسعرهم الحقيقي بركي بحبوا تورنتت وما بعرف فكر بعده قصص.